بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 77. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العائلة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، باب العاقلة وما تحمله، يعني ما تحمله من زيادة. العاقلة طرافة الإنسان، حصلت الإنسان عاقلة، لأنهم يعقلون عن الإنسان، يعني يدفعون عنه العقل، يدفعون عنه العقل والرزيه، الدية تسمى عقلا. لما كانوا يدفعون الدية التي هي العقل سموا عاقلة، اسم فاعل. وأيضا سموا عاقلا لأنهم يعقلون قليلهم تهوّط عنه، يأخذون على يده، يعقلون كما يعقل البعير، يأخذون على يده إذا رأوا منه تفريطا أو تهورا، فيعقلونه عن التعدي على الناس. فهم سموا عاقلة لهذين المعنيين: أولاً أنهم يدفعون عنه العقل والرفيع، وثانياً لأنهم يعقلونه عما لا يدري، يعقلون على يده. والعاقلة إنما تحمل دية الخطأ، دية الخطأ، دية القتل الخطأ. أما دية العمد فإن العاقلة لا تحمل، عاقلة لا تحمل دية قتل العمد، وإنما تكون على الجاني، وإنما تحمل دية الخطأ. فكيف يحملون وهم لم يجنوا؟ كيف يحملون الدية وهم لم يحصل منهم جناية؟ وإنما الجناية حصلت من غيرهم. الحكمة في ذلك والله أعلم أنهم لما كانوا يرثونه لو مات، لما كانوا يرثونه لو مات وعندهم أموال ورثوها وأخذوها بالإرث، فإنهم في مقابل ذلك يحملون عنه الدية الخطأ، لأن القاعدة أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. فكما كانوا يغنمون ماله بالإرث إذا مات، فإنهم يغرمون ما يلحقه من الجناية التي لم يتعمدها، هو معذور في الجناية لأنه لم يتعمد. فمن باب المواساة حملوا الدية عنه من باب المواساة، ومن باب أيضا المقابلة، كما أنهم يرثونه لو كان عندها أموال كثيرة ورثوها، كان من الحكمة أن يحملوا الدية التي تلحقه من الخطأ من باب المواساة، ولأن الخطأ يكثر. فلو حمل الإنسان دية الخطأ
أجحف ذلك بماله، لذلك حملت العاقلة من باب التعاون والمواساة. هذه حكمة عظيمة، وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالتكافل. هذا تكافل، نوع من التكافل، التكافل الاجتماعي كما يسمى، هذا نوع منه، فهو تعاون ومواساة. وأيضا فيه إشعار للعاقلة بأن يأخذوا على يد قريبهم، إذا كان لا ينضبط يأخذون على يده لئلا يلحق بهم غرامات، لئلا يلحق بهم غرامات من جراء تهوره. وفيها أنواع من الحكم الربانية. فالعاقلة لا تحمل العمد ولا تحمل الخطأ الذي دون الثلث، دون ثلث الدية، إنما تحمل ثلث الدية فأكثر. أما إذا كانت الجناية ليس فيها إلا أقل من ثلث الدية، كجنايات الأطراف أو الشجاج أو الجروح التي غرامتها دون الثلث، فإن هذا يتحمله الجاني لأنه ليس فيه إجحاف عليه. فعاقلة الإنسان هم عصباته، الأقرب فالأقرب، ولا يحمل إلا الأغنياء منهم الذين يستطيعون، أما الفقراء لا يحملون شيئا. كذلك النساء لا تحمل شيئا، خواته، عماته، النساء لا يحملن من العقل شيئا، لأنهن لسن من أصحاب النصرة، لأنهن ضعيفات. وإنما العقل يختص بذكور العصبات. نعم. باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم. عصبة القاتل، هؤلاء هم العصبة، يعني الذين يرثون بالتعصيب، خلاف أصحاب الفروض، لأن الإرث كما سبق ينقسم إلى قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض لا يتحملون شيئا، إنما يتحمل العصبة، عصبة الذين يتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سبق. نعم. إذا كان الأقربون لا يستطيعون الحمل يعدل إلى الأباعد، إذا كان إخوته لا يستطيعون يعدل إلى الأعمام، إذا كان الأعمام لا يستطيعون يعدل إلى أبناء الأعمام، وهكذا ولو كانوا بعيدين. أما إذا كان الأقربون يتحملون فإنهم يحملون ولا يحتاج إلى الأباعد. نعم. قريبهم وبعيدهم من النسب والمواليد. من النسب كما ذكرنا الإخوة وبني الإخوة والأعمام وبني الأعمام والآباء والأجداد، وكذلك العصبة بالولاء وهم المعتق، لأن المعتق يرث عتيقه بالولاء كما سبق. فلو جنى عتيقه فإن معتقه يتحمل لأنه يرث لو مات، كذلك يتحمل عنه إذا حصل عليه غرامة جناية. نعم. لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من الإخوة فيهم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة. نعم.
لا خلاف أن العاقلة هم العصبات، وأما الإخوة لأم ليسوا من العصبات، أصحاب فرض. الإخوة لأم أصحاب فرض، وأيضا هم من ذوي الأرحام، ليسوا من ذوي الأرحام، لذلك أخواله أخواله ليسوا من العصبة، وجده من الأم ليس من العصبة، أولى ذوي الأرحام يقال له. نعم. والزوج ليس من العائلة، الزوج ليس لا يرث لا بالنسب ولا بالولاء، وإنما يرث بالزوجية، ليس من العصبة إلا لو كان ابن عم، لو كان ابن عم فإنه يتحمل لأنه عصبة، عصبة من جهة وزوج من جهة. نعم. واختلفت الرواية في الأبناء والآباء، هل هم من العاقلة؟ عمودي النسب، اختلفت الرواية عن أحمد في عمودي النسب وهم الآباء والأبناء، هل يدخلون في العصبة؟ هم عصبة بلا شك، لكن هل يحملون أو لا يحملون؟ الظاهر أنهم يحملون. نعم. وفيه روايتان عن أحمد رحمه الله، إحداهما أن كل العصبات من العاقلة يدخل فيه آباء الرجل وأبناءه وإخوته وعمومته وأبناؤهم، فرخي روى أبي بكر والشريف أبي جعفر. نعم. كما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما حصل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ولأنهم عصبة أشبه الإخوة. تحقق أن العقل موضوع على التناصر. فإن قتلت الظاهر فعقلها يعني ديتها، عقلها ديتها بين ورثتها يعني أصحاب الفروض والعصبة، أما إن قتلت هي فإن عقلها على عصبتها فقط. نعم. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، نعم، ولأنهم عصبة أشبه الإخوة، لأن الآباء والأبناء عصبة، هذا بلا شك أنهم عصبة فأشبه الإخوة تحملون. نعم. يحقق أن العقل موضوع على التناصر وهو من أهل العقل، معناه التناصر وهم من أهل النصرة، بل هم أقرب أهل النصرة. نعم. والرواية الثانية: ليس هم من العاقلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجرة فقتلتها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، ووقتها ولدها ومن معهم. متفق عليه. حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذين، امرأتان جارتان تحت زوج، حصل بينهما ما يحصل بين النساء من الغيرة، فاقتتلتا يعني تضاربتا مضاربة، فأخذت إحداهما حجرا فرمت به ضرتها فقتلتها وما في بطنها، هذا يعتبر شبه عمد، يعتبر قتل شبه عمد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة يعني المقتولة، دية المرأة يعني المقتولة على عاقلتها، على عاقلة القاتلة، وورثها ابنها وزوجها، ولم يذكر أنه حمل الابن شيئا، هذا دليل أن الابن ليس من العاقلة. نعم. ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنتها، والعقل على العصبة، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال:
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها. على عاقلتها يعني عاقلة القاتل. نعم. على عاقلتها وعصبتها وبقى زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها. الزوج لا شك أنه ليس من العاقلة، لكن برأ ولدها، برأ ولدها يدخل في هذا الأبناء، دل على أنهم ليسوا من العاقلة وإن كانوا عصبة. نعم. إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه في معناه. نعم. أن الحديث إنما ورد في تبرئة الإبن من العقل، فيقاس عليه الأب لأنه من عمودي النسب، قاس عليه الأب والجد لأنه من عمودي النسب، فإذا كان الإبن لا يحمل شيئا فكذلك الأب والجد من باب أولى، لكن الرواية الأولى أشهر. نعم. ولأن مال والده وولده كمائه، ولهذا لم تقبل شهادته ما له، فلا تجب فيه دية كما لا تجد في ماله. وظاهر كلام الفراقي أن الإخوة كالوالد لأن فيه روايتين، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد والوالد ويجعلون الإخوة من العصبة بكل حال، وهو الصحيح. نعم. مسألة: وسالوا العصبة من العاقلة بعدوا أو قاروا من النسب والموالي لأنهم عصبة فيدخلون في تحكم العقل القريب، ولا يعتبر أن يكونوا والدين في الحال، بل متى كانوا في الحال يرثون لولا الحد عقلوا. نعم. العصبة يحجبون، العصبة يتحملون من الدية ولو لم يكونوا وارثين، ولو كانوا محجوبين بمن هو أقرب منهم، لأنهم لو لم يوجد هذا الحاجب لورثوا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كان، والمولى من عصبته يعفر عنه إلا من كان. من كان هذا عام يشمل الوارث وغير الوارث، ويشمل العاصب بالنسب والعاصب بالسبب وهو المعتق. نعم. والمولى من عصبته يعقل عنه إلا أنه لا يعقل إلا ما يقبل عن المناسبين، عن أصحاب النسب. نعم. فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم، فإن فضل بين جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على المولى وعصبته، فإن لم يكن له عصبات أو كان وقول عنه شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على عصبة مولى المولى ثم على هذا التأثير بحسب ما ذكرناه الميراث، فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال. توزيع الدية على العصبة يتولاه القاضي، فيحمل كل واحد بقدر ما يستطيع، يحمل كل واحد بقدر ما يستطيع، فإذا فضل شيء عن الأقربين نقله إلى الأباعد إلى أن تستكمل الدية، وإذا فضل شيء عن العصبة بالنسب نقله إلى العصبة بالولد حتى تستكمل الدية، فإن بقي شيء عن العصبة لم يتحملوه لفقرهم تحمله بيت المال، بيت مال المسلمين، لأن بيت المال يرث المقتول أو يرث الميت إذا كان ليس له ورثة فيتحمل. نعم. هذا كالذي ليس له ورثة. نعم. إن الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل يستثنى من العصبة
يستثنى من العصبة الصغير الصبي، إذا كان منهم صبي لم يبلغ هذا لا يحمل شيئا. والمجنون إذا كان في العصبة مجنون وإن كان بالغا أيضا لا يحمل شيئا، لأنه ليس من أهل النصرة، والصبي ليس من أهل النصرة، الصبي والمجنون. نعم. والفقير، الفقير لا يحمل شيئا لأنه لا يستطيع تحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعدل إلى من هو أغنى منه من العصبة ولو لم يكن وارثا في الحال. نعم. كذلك يستثنى من يخالف دينه دين الجاني، فإذا كان أحد من العاقلة يخالف دينه دين الجاني، كأن يكون الجاني مسلما والعصبة هذا ليس بمسلم، فلا يحمل أنه ليس من أهل النصرة. لو كان الجاني نصرانيا وعصبته يهوديا أيضا لا يحمل اختلاف الدين. فالتحميل تابع للإرث، تابع للميراث، من كان يرث بالتعصيب يحمل، ومن كان لا يرث لا يحمل، من قام به مانع من الإرث فإنه لا يحمل شيئا لأنه ليس من أهل النصرة. نعم. وذلك لأن تحمل العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالسجاد، ولأن حمل الديان وجب على سبيل النصرة، والصبي والمجنون ليس من أهلها فلا يلزمهم العقل. ولا على المرأة أيضا، المرأة ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير أو كانت معتقة ليس عليها لأنها ليست من أهل النصرة. نعم. وكذلك المرأة، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة. نعم. وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء لما سبق، ومن يخالف دينه لأن الفقير ليس من أهل المواساة، ما عنده شيء يواسي به، ولا تجب عليه زكاة ولا يجب عليه شيء من العقل لفقره. نعم. ومن يخالف دينه فليس من أهل أصلابه وموالاته فلا يعقل عنه كالصبي. مسألة، لأن الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، بالمناصرة إلى أن قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فلا تناصر بين مسلم وكافر. نعم. السلام. ويرجع لتقليل ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. نعم، يرجع إلى تحميل كل واحد من العصبة إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام وهو القاضي الذي يحكم بالدية، هو الذي يوزعها على العصبة. ولكن اليوم في هذا الوقت أهمل هذا الشيء، أهمل هذا الشيء، فلا لا يتولى القاضي توزيع الدية على العاقل، وإنما يصدر الصك بأن هذا القتل فيه دية الخطأ، ويترك الناس يروحون يسألون يتكففون في المساجد، ربما يكونون غير صادقين يحتالون. فلو أن القاضي حسم هذا الأمر، لو أن المحاكم حسمت هذا الأمر وحملت الديات على العواقل ما صار لأحد مجال أنه يمشي على الناس يقول أنا علي ديات، أنا علي كذا وكذا. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن لو أن
المحاكم حسمت هذا الشيء ونفذت الحكم الشرعي وحملت العواقل الدية ما حصل شيء من هذا، ولا صار فيه مجال لهؤلاء الذين يمشون على الناس ومع مسكوك فيها تحميل دية وفيها أوديات كثيرة. نعم. فيرجع في التقييد ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يفرض قدرا يسهل عليه، يسهل عليه دفعه على قدر استطاعته. نعم. فيطلب عليه قدرا يسهل عليه ولا يفرض لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. لم يرد تقدير من الشرع بما يحمل كل واحد من العاقلة، الشرع تركه لاجتهاد القاضي ينظر فيه، ولأن أحوال الناس تختلف فالقاضي ينظر في أحوال العصبة فيعفي الفقير ويحمل الغني على قدر غناه إلى أن تنتهي الدية يحملها عدد من العصبة. نعم. لأن أحوال الناس تختلف فلا ضابط لهذا، ولذلك الشارع وكله إلى اجتهاد الحكام انظرون في كل قضية بحسبها. نعم. لأنه يحتاج إلى أرض واجتهاد فأشبه النفقات. نعم. تقدير المتعة للمتزوجة بغير صلاة إذا طلقها قبل الدخول. الله جل وعلا يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فإذا طلقت امرأة قبل الدخول وليس لها صداق فإنه يجب على المطلق أن يمتعها بما تيسر، يعطيها شيء من المال. أما إذا كان قد فرض لها صداق فلها نصف، لها نصف الصداق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لها نصف الصداق. أما إذا طلقت قبل الدخول وليس لها صداق مفروض فعلى زوجها أن يمتعها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. والشاهد من هذا أن الله جل وعلا أوجب المتعة للمطلقة التي ليس لها صداق ولم يحددها، لم يحددها، يرجع في تحديدها إلى اجتهاد القاضي، يقول للزوج ادفع إليها كذا وكذا. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان والعادات والأعراف. نعم. ما فضل عن العاقلة، إذا حمل القاضي الموجودين من العصبة بقدر ما يستطيعون وبقي من الدية بقية فمن يتحملها؟ تحملها بيت المال، تحملها بيت المال، لأن بيت المال يرث من لا وارث له، وهذا كأنه لا وارث له. وقيل يتحملها الجاني نفسه، حملها الجاني. نعم. وما فضل عن العاقلة فهو على القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، حكم من لم يكن له عاقلة تحمل الجميع كحكم من لا عاقلة له. وقد ذكر الفراقي في من لا عاقلة له روايتين، إحداهما يؤدى عنه ببيت المال. هذا هو الصحيح، يؤدى عنه من بيت المال، لأن الشارع لم يحمل الجاني شيئا إنما قال على العاقلة، على العاقلة، وبيت المال من العاقلة،
لأنه إذا فقد وراثته بالفرض والتعصيب وين يروح مال؟ يروح البيت المال، فهو من العاقلة. نعم. لما قتل صحابي من الأنصار في خيبر ولم يعلم قاتله ولم يعثر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال، فدل على أن بيت المال يدفع الدية لمن عمن لم يعرف، فكذلك من لم يقدر على دفعها يدفع عن بيت المال. نعم. هذا غير واضح، الدليل واضح، تحمل دفع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الدية من بيت المال في المقتول الذي جهل قاتله، هذا دليل على أن بيت المال يتحمل إذا لم يوجد من يتحمل، وكما أن بيت المال لجميع المسلمين له حق فيه فيدفع منه. نعم. فإن قلنا بالرواية الأولى فلم يكن له عاقلة أصلا أخذ من بيت المال، وإن كان له من عاقلته من يحمل بعض الدية فرض عليهم على قدر الواجب عليهم والباقي من بيت المال. نعم. فإذا لم يمكن أن أخذ من بيت المال فقال الشافعي ليس على القاتل شيء في أحد القولين، وفي الآخر تكون الدية على القاتل، يعني إذا تعذر أخذها من بيت المال على الرواية الأولى فمن يتحملها؟ ترجع إلى القاتل. وقيل إنها تروح تذهب هدرا وليس على القاتل شيء. نعم. وفي الآخر تكون الدية على القاتل لأن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحمله على عاقلة عنه، فإذا لم يكن متحمل فإذا لم يكن متحمل بقيت عليه، ولعقوب قوله تعالى وديكم مسلمة إلى أهله، ولأنه يتعذر حمل الدية عن القاتل فلزمته كما لو ثبت القتل في اعترافه. قال شيخنا الظاهر والله أعلم أنه إذا لم يوجد متحمل للدية إنها ترجع على القاتل ولا يذهب القتيل هدرا، ترجع على القاتل ولا يذهب القتيل هدرا لأنها جنايته، وإنما خفف عنه بوجود العصبة، فإذا لم يوجد عصبة رجع الشيء إليه. نعم. هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. قال شيخنا عن الموفق، لأن الشارح تلميذ للموفق صاحب المتن العمدة للموفق، والشرح لتلميذه. نعم. ولأن أصحابنا قالوا في المرتد إذا قتل رجلا قطعا فالدية في ماله مؤجلة لا عاقلة له، فينبغي أن يفقد هذا الحكم في كل من لا عاقلة له لوجود العلة فيه. نعم. وقالوا في نصراني رمى بسهم ثم أسلم،
ثم قتل السهم رجلا الدية في ماله لأنه تعذر حمل العاقلة فكذا هذا. نعم هذا يؤيد أن الدية ترجع على الجاني إذا لم يوجد من يتحملها لا عاقلة ولا بيت مال ترجع عليه ولا يذهب القتيل هدرا. نعم مسألة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا لا تحمل العاقلة دية العمد إذا قتل عمدا وطلب أولياء القتيل الدية فإنه يدفعها القاتل لأنها جنايته وهو غير معذور متعمد فلا يناسبه التخفيف إذا كان متعمدا فلا يناسبه التخفيف وليس هو من أهل المواساة يتحمل الدية هو إذا طلبها أولياء القتيل أو القصاص إذا طلبوا القصاص. كذلك لا تحمل العاقلة دية العبد إذا قتل عبدا خطأ العاقلة لا تحمل دية العبد لأن العبد مال يضمن بقيمته فكما لو أتلف زرعا أو أتلف ماشية متعمدا أو خطأ لفها خطأ فالعاقلة لا تتحمل عنه قيمة المال الذي أتلفه والعبد مال فلا تتحمله العاقل. نعم ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا صلحا لو تصالح القاتل مع أولياء المقتول على دية على مال تصالحوا على مال فإن العاقلة لا تحمل الصلح لأن هذا الصلح هو الذي أوجبه على نفسه فيتحمله هو. نعم ولا اعترافا لم تصدقه به ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدقه به لو قتل قتيلا أو قتل قتيل لا يدرى من هو قاتله ثم جاءه واعترف قال أنا اللي قاتله والعاقل يقول لا أبدا ما هو اللي قاتله لم يحملوا شيئا إلا إذا صدقوه قالوا صحيح هو اللي قاتله يتحملون أما إذا قالوا لا ما هو اللي قاتله فلا يحملون لأنه هو الذي أوجب الدية على نفسه باعترافه أوجبها على نفسه باعترافه فلا يحمل العاقلة لا يقبل اعترافه على غيره. نعم كذلك لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية من دية الحر لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من دية الحر كدية بعض الأطراف أو دية الجروح التي هي دون الثلث لا تحملها العاقلة إنما تكون على الجاني ولو كانت خطأ تكون على الجاني إذن العاقلة لا تحمل العمد هذا واحد ولا تحمل دية العبد هذه اثنين ولا تحمل الصلح الذي صالح عليه الجاني مع أولياء المجني عليه ولا تحمل الاعتراف الذي لم تصدقه عليه ولا تحمل ما دون ثلث الدية خمسة أشياء هذه لا تحملها العاقلة من الخطأ. نعم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وهو يعني ابن عباس المرفوع عليه يعني لو أن الجناية ثبتت باعترافه ما تحملها العاقلة إلا إذا صدقته أما لو ثبتت الجناية بشهادة اثنين فإن العاقلة تحمل. نعم وفي هذه المسألة خمس مسائل
الأولى أنها لا تحمل العام، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل العام الموجب للقصاص في نفس ولا ضرر. وعن مالك أن الجنايات التي لا قصاص فيها تحمل على العاقلة كالجارحة والمعلومة، لأنها جناية لا قصاص فيها فأشبه بالخطأ. هذا واحد. نعم. ولنا حديث ابن عباس. سلام. أحلى الثاني. وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل العمد الموجب للقصاص. خلصنا من هذا. جب الثاني اللي ما تحمله العمد، دعنا من الخلاف. نعم. المسألة الثانية أنها لا تحمل العمد فإذا قتله القاتل. العبد يعني المملوك. المملوك لا تحمله العاقلة لأنه مال يضمن بقيمته، فهو كسائر الأموال تحملها الجاني. نعم. إنها لا تحمل العقل فإذا قتله القاتل وجبت قيمته في مال القاتل. نعم. ولا شيء على عاقلته قضاء جانها وعندها. وقال أبو حنيفة تحمله العاقلة. لا، رحلة ثالث. المسألة الثالثة أنها لا تحمل الصلح. قال القاضي معناه في صالح الأولياء عن ذوي العمد الأولياء فلا تحمله العاقلة لكونه حصل عن ولاية العمد. ويحتمل أنه إذا ادعي عليه قتل عمد فيحدث ثم يصالح الأولياء على الإنكار على المال فلا تحمله العاقلة لأنه مال سبب في مصالحته واختياره فجرى أجر اختلافه. ما ثبت بالصلح فإنه هو الذي أوجبه على نفسه بصلح بتصالحه معهم فيتحمله هو. نعم. قد سبق في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما المسألة الواضحة أن العاقلة لا تكتب الاعتبار، وهو أن يعترف الإنسان بقتل خطأ أو بالجناية. إذا ثبتت الجناية، جناية القتل الخطأ بشهادة تحملت العدل. أما إذا ثبتت باعتراف الجاني فإن صدقته ووافقته تحملت، وإن خالفته وأنكرت لم تتحمل، أنها لا تحمل شيئا وهي تنكره ولا تعترف به. نعم. ولا يسأل القرار شخص على غيره، ولأنه يعمل الواقع على ذلك ليأخذ الدية بعاقلته. إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الدية عليه حادة، ولا يصح إقراره ولا يلزمه شيء من كونه إقرارا على غيره. نعم. إذا صح هذا عليه هو باعترافه. نعم. ولا يصح الإقرار ولا يلزمه شيء ولا يلزمه ولا يلزمه شيء لكونه إقرارا على غيره. اي نعم، لا يلزمهم شيء العاقلة يعني. نعم. ولنا قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله بالله والصدقه، ولانه مقر بجنايه على غيره لا يصح اقراره بجنايه العمد، ولانه محل معقول بالديه لو ثبت بالبينه فيؤمن اذا اعترف كسائر المحال، وانما سقطت عنه الديه في محل الاقرار في تحمل العاقله له، فإذا لم تتحمل العاقلة بقي ظلمها عليه كسائر الديون. نعم. المسألة الخامسة أن العاقلة لا تحمل العقول الكلب. الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه أن العاقلة تحمل القليل والكثير، لأن الواجب عن المسلمين لزمه القليل كالجاهل. نعم. وقال ابن السنة والموضحة وما فوقها وهو نصف الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل الغرفة التي في اليمين على الأقل وقيمتها نصف الجلدية. نعم. ولا تكون مالية لأنه ليس فيه لا دع قضية الجنين حمله العاقلة لما تبع لدية الأم تبع لدية الأم لم يحمله استقلالا. نعم. ولا تحمل مأجور وعقل المأمومة يعني الجائفة الجائفة المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ مأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة جلدة الدماغ هذه فيها ثلث الدية فيها ثلث الدية فما بلغ الثلث فما فوق تتحمله العقل وما دونه لا تتحمل. نعم. نعم لأن الثلث وما فوق يجحف بالجانب أما ما دون الثلث هذا خفيف يحتاج إلى عاقل حمله. نعم. لما سأله سعد بن أبي وقاص يوصي بماله أو بشطر ماله أو بثلث ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير دل على أن الثلث كثير فإذا بلغت الدية ثلث صارت كثيرة تجحف بالجاني فتتحملها العاقل. نعم. معلوم الغرة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة إنما هي تبع للأم ليست مستقلة. نعم. دية إيش؟ كلام أو الكمال الظاهر أنه الكمال. نعم. نعم. التعاقل يكون بين المسلمين ويكون بين أهل الذمة أيضا قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فيتعاقلون كما يتعاقل المسلمون فإذا جنى جانب خطأ من أهل الذمة يحمل عصبته من أهل الذمة. نعم. يناسبوه يعني أصحاب نسب أقاربه العصبة إذا كان له عصبة من المسلمين لا يعقلون عنه لأنهم لا يرثونه والعقل تابع للإرث. نعم. ولا عصبة الذين بدار الحرب لأنهم عادهم مطلقة منهم قطعة. نعم. وهل يأخذ اليهودي عن النصراني أو النصراني عن اليهودي على رتبيه لا يدفع عن بيت المال إذا كان الذمي ليس له عصبة فإنه لا يدفع يتحملها الجاني كما سبق ولا ترجع إلى بيت المال.
لأن الذمي ليس له حق في بيت المال، في بيت مال المسلمين. نعم. ولا فالمرتد ليس له عصبة، المرتد ليس له عصبة ولا يورث ماله، لا يرثه لا الكفار ولا المسلمون، وإنما يكون ماله من الفيء، يكون ماله من الفيء لبيت مال المسلمين، لأنه مال ليس له مالك، يكون لبيت مال المسلمين مثل الفيء. بعد هذا الباب اللي بعد هذا باب ديات الجراح. نعم، انتهى من ديات النفس وديات الأطراف. ديات الجراح، الجراح على قسمين، جراح فيها قصاص وجراح ليس فيها قصاص. الله جل وعلا: والجروح قصاص. والجرح الذي فيه القصاص هو الذي ينتهي إلى عظم، ينتهي إلى عظم مثل الشجة التي تكون في الرأس، أو الجرح في العضد أو في الساق، أو كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يجري فيه القصاص. وأما الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم هذا ليس فيه قصاص، وإنما فيه الأرش دية. نعم. هذه الأعضاء، هذه دية الأعضاء. وش يقولوا؟ دية الأعضاء، الجروح غير الأعضاء. الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذكر، هذا إذا جني عليه فيه دية كاملة، إذا قطع لسانه فيه دية كاملة، إذا قطع ذكره ففيه الدية كاملة. أما ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين فهذا، والعينين والأذنين، فهذا في الاثنين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. وما في الإنسان منه ثلاثة ففيه الدية ثلاث، مثل الأنف، الأنف يتكون من ثلاثة أعضاء، ثلاثة أعضاء، ففي جميعها لو قطع أنفه جميعا فيه الدية، لو قطع بعض أنفه فينظر إن كان أزال المنخر أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وإن أزال المنخرين جميعا ففيه ثلث الدية، وإن أزال سقف الأنف الذي هو المارن وبقي المنخران ففيه ثلث الدية. هذا ثلاثة أشياء: المنخران والمارن والسقف، في كل واحد ثلث الدية، وفيها جميعا دية كاملة. وما في الإنسان منه أربعة أشياء، ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها جميعا الدية كاملة، وفي كل واحد ربع الدية، مثل الأجفان الأربعة، الأجفان الأربعة
من كل واحد منها ربع الدية، وفيها جميعا الدية كاملة. أما ما فيه شيئان مثل الخصيتين واليدين والرجلين والشفتين فهذا في الاثنين الدية، وفي أحدهما نصفها. نعم. كل ما الإنسان في المصير الواحد هو أجمل، أدخل الأطراف أدخلها مع الجروح. نعم. كل ما الإنسان في المصير الواحد فيه دية، كما في متن الزاد يفصلون ما يخلطون كذا، دية المنافع على حدة، ودية الأعضاء على حدة، ودية الجروح على حدة، هذا التفصيل أحسن. نعم. هو الآن خلط بين المنافع في السمع والبصر والعقل وإمساك البول وإمساك الغائط، هذه منافع كلها، ومنفعة الأكل، هذه دية منافع. أما دية الأعضاء مثل اليدين والرجلين والأصابع والأنف والشفتين، هذه دية أعضاء، سمى دية الأعضاء. قد يبقى العضو وتذهب منفعته، وقد يزول هو ومنفعته جميعا، فمسألة فيها تفصيل. نعم. الأنف فيه التفصيل الذي ذكرنا، يتكون من ثلاثة أشياء، لكن لو أزاله جميعا فيه دية كاملة. نعم. لأن فيه إدهار المنفعة في الجنس، لا إله في النفس، مسألة. وما فيه منه شيئان، ففيه من الدية، وفيه إدهار ما عزبها، كالعينين والأنفين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين واليتين والأنثيين. الأنثيين يعني الخصيتين. نعم. إسكتي المرأة، إسكتي المرأة وهما شفراها، جوانب الفرج. نعم. والرجلين. نعم. لأن منفعة الجنس تذهب بإرهابهما. نعم. فكانت فيه مادية. نعم. وفي إتلاف أحدهما إذهاب منفعة الجنس، فكانت فيه مصروفية، لا نعلم في هذا خلافا. هذا ما في الإنسان منه شيئان، إذا أزالهما جميعا فيه مادية كاملة، وإذا أزال أحدهما ففيه نصف الدية. لو أذهب عينه أو قطع يده أو رجله فهذا فيه نصف الدية، أما لو قطع الرجلين جميعا فيه مادية، قطع اليدين جميعا فيهما الدية، أذهب العينين جميعا فيهما الدية، وهكذا. نعم. إذا أوعب جدعا، يعني جدع كله فيه الدية. نعم. إذا أوعب جدعا الدية. نعم. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية. كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور، تلقته الأمة بالقبول لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كتب له كتابا فيه أنواع الديات وفي أنواع الجنايات، وهو كتاب مشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فيه أحكام عظيمة. نعم. وفي
في الصوم الدية وفي العين الدية وفي المثل الواحدة نصف الدية رواه النسائي وغيره ورواه ابن عبد البر وقال كتاب عمل بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إلا قليلا. الأجفان الأربعة كل عين لها جفنان، جفن أعلى وجفن أسفل، فهي أربعة، في أحدها ربع الدية وفيها جميعا دية كاملة وفي الاثنين نصف الدية. نعم. لأن منها تفوت منفعة الجنس جميعا وفي كل واحد منها ربع الدية. لأنه الذي عدد تجب الدية في الجميع تجب في كل واحد لقصته من الدية كالعجين والأصابع، ولأن فيها جمال ظاهرة ومنفعة كاملة فإنها تفيد العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغمر عليها يطبقه إلى شاء ويفتحه إلى شاء ولولاها لقبرها منظره. الأجفان فيها جمال للوجه، ولو كان الإنسان ما له أجفان صار جاحظ العينين شوه الوجه، هذا من ناحية فيها جمال. الناحية الثانية فيها منفعة للعين لأنه وقاية للعين تقيها من التأثر بالتراب أو فيها وقاية عظيمة للعين، خصوصا إذا نام الإنسان، إذا نام الإنسان يغلب عينيه يطبق الأجفان تحفظ العينان، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لو كانت العين مفتوحة والإنسان نائم تعرضت للخطر، الهواء أيضا يدخلها ويأثر عليها، الأجفان هذه فيها منافع عظيمة. نعم. ولولا قبرها منظر وجب أن يكون فيها كاليدين مسألة. وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها. الأهداب التي تنبت على العينين أيضا أربعة، كل عين لها هدبان، هدب أعلى وهدب أسفل. ولو بقيت الأجفان ولكن أزال الأهداب ففيها الدية كاملة الأهداب، وفي كل واحد ربع الدية، لأن الأهداب فيها فوائد عظيمة، فيها جمال وفيها حفظ للعين. نعم. وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها فهو الشعر الذي على الأجفان لأن فيه جمال ومنفعة، فوجبت فيها الدية كالأجفان. نعم. والحاجبين لو أزال شعر الحاجبين فيها الدية كاملة، ولو أزال شعر واحد فيه نصف الدية. نعم. فإن قضى عن أجفان بأهدابها لم يجب أن تقضي الدية الضافية. نعم. لأن الشعر يزيد ارتفاعا لزوال الأجفان فلم يجب فيها شيء كالأصابع إذا قطعت فانفرك عليه. نعم. تدخل فيها تدخل. نعم. مسألة وفي أصابع اليدين الدية. أصابع اليدين ما في الإنسان منه عشرة، ما في الإنسان منه عشرة، مثل إيش؟ أن فيك عشرة الآن وفيك عشرة أيضا، وينهم فيه؟ أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ففي أصابع اليدين إذا أزالها جميعا الدية كاملة، وإذا أزال واحدا منها ففيه عشر الدية، الأصبع الواحد فيه عشر الدية، كذلك أصابع الرجلين مثله فيها الدية كاملة وفي واحد كل واحد منها عشر الدية. ثم الأصابع تتكون من أنامل، من أنامل، فإذا كان الأصبع فيه ثلاثة أنامل في كل أنملة ثلث عشر الدية، وإذا كان الأصبع فيه أنملتين كالإبهام ففي كل أنملة نصف عشر الدية. نعم. دية الأصابع. نعم.
الدية 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، هذا هو الصحيح. وهذه 100 تقدر في كل وقت بحسبه، لأن الإبل ترخص أحياناً وتغلي أحياناً، فيجتمع أهل الخبرة ويقدرون الإبل بحسب أسنانها لكل زمان بحسبه، حسب قيام الإبل. فالأصل في الدية هو الإبل، وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذا هو الصحيح. وهذه 100 تقوم في كل وقت بحسبه، بحسب ما تساوي، قد تزيد وقد تنقص، ترخص. نعم. يدخل كما عرفتم، إذا أزال العين بصر يدخل البصر، يدخل في إزالة العين، يصير عليه دية العين كاملة بحدقتها وبمنفعتها. أما لو بقيت الحدقة وأزال البصر فقط ففيه دية البصر، لكن لو أزال الحدقة من لازم إزالة الحدقة زوال البصر، يدخل فيها، فعليه دية العين. نعم. لا، إنما تجب الدية إذا لم تمت، إذا أزالها إزالة لا تعود معها فيها الدية. أما لو أزالها إزالة تعود فليس عليه دية، وإنما عليه أرش الجناية، يقدر أرش الجناية، عوض الجناية فقط. نعم. والله هذا راجع للمحاكم، قضية الجنايات والتثبت فيها يرجع فيه إلى المحاكم. نعم. لا بأس، إذا تراضوا بهذا ما في بأس. لو جاء واحد وقال أنا بتحمل الدية وما هو من أقارب القتيل بتحملها، فلا بأس بذلك. لو جاء تاجر وقال بتحمل الدية، لا تحملون العاقلة، أنا بشيلها، ما تبرع، ما في بأس. المهم أنه ما يترك الميت بدون القتيل، ما يترك بدون دية. نعم. لو قال واحد من العاقلة أنا بتحملها كلها، خلوها عنه، يقول لا بأس. طيب، جزاك الله خير. نعم. اللحية فيها دية كاملة، لكن إذا أزالها بحيث لا تعود، إذا أزالها إزالة لا تعود معها ففيها الدية كاملة. أما لو أزالها إزالة تعود وتنبت ففي عليه الأرش، عليه الأرش. نعم. الكلام على بلاد المسلمين اللي ينفذون الأحكام الشرعية، هذا التفصيل إنما هو في بلاد المسلمين اللي ينفذون الأحكام الشرعية. أما البلاد التي لا تنفذ الأحكام الشرعية وإنما تحكم بالقوانين، لا، ليس لنا بها شأن ولا نتكلم معها. نعم. لا
اي نعم، العاقلة تحمل العمد وشبه العمد، لأن شبه العمد خطأ، يسمى خطأ العمد، خطأ العمد فتحمله العاقلة، ولا يتحمل الجاني شيئا من ذلك. نعم. حسب قيام الإبل يجتمع أهل الخبرة ويقدرون أسنان الإبل ويجملونها ويقولون هذه دية القتيل في هذا الوقت، في هذا الوقت ما هو دائم، هذا الوقت الإبل تساوي كذا في هذا الوقت. الآن التقدير 100,000، قدروها 100,000. نعم. بيضتين، بيض الخصيتين، بيضتي الخصيتين فيهما الدية وفي إحداهما نصفها، فلو رضى البيضتين أو استلهما، لأن هذا فيه الإنجاب، هذا فيه الإنجاب، إذا جنى على الخصيتين فقد الإنجاب، يكون فيه الدية كاملة، وإن قطع واحدة ففيها نصف الدية. والصلب معروف هو الظهر، الظهر إذا جنى عليه جناية عطلت صلبه صار ما يمشي ولا يبعد ولا فيه الدية كاملة. الصلب ما في الإنسان منه إلا شيء واحد ففيه الدية كاملة. نعم. كن عليه أرش، كن عليه أرش، إذا أزالهما إزالة نهائية كن عليه أرش، يعني عوض يقدره القاضي باجتهاده أو أهل الخبرة وأهل، يعني فيه المحاكم فيها ناس معينين للجروح وللأشياء يقدرونها، يسمون المنذرين يقدرون الجراح ويقدرون الأشياء هذه. نعم. نعم. ذكر إيش؟ ها؟ عن البهائم إذا أتلفت فيها قيمتها لأنها أموال، وكذلك البهائم إذا أتلفت رعت زرعا أو أفسدت شيئا من الأموال فعلى صاحبها أنه يضمن، على صاحبها أنه يضمن إذا كان هذا في الليل، أما إذا كان في النهار لا ما يضمن، لأن صاحب المال يحرسه في النهار. نعم. فما تتلفه البهائم في الليل يضمنه صاحبه، وأما ما تتلفه في النهار فهذا يذهب على صاحبه، لأن الناس يحرسون أموالهم في النهار ومزارعهم في النهار. نعم. إذا هذا يعرض على اللجنة، لجنة الإفتاء، العادة مثل الأمور دي تعرض على اللجنة، لجنة الإفتاء أو على هيئة كبار العلماء يقضون فيها، لكن هذا في القضايا الفردية. أما من ناحية العموم والقاعدة العموم أنه إذا كان على الأم خطر، على حياتها خطر، فإن الضرر يزال بلا شك. إذا كان قرر الأطباء أن هذا الحمل لو بقي أن أمه تموت فالضرر يزال بلا شك، هذا القاعدة العامة. أما تطبيق الأفراد والحالات الفردية هذه لازم لا بد من النظر فيها عند القضاة وعند لجنة الفتوى. نعم. من سمع المؤذن وهو في منتصف الأذان يرد من الأول أو يتابعه
يتابع اللي فات، يتابع اللي فات ويتابعه في الباقي، يرد يجاوب ما فات متابعة، وباقي الأذان يتابع المؤذن. نعم. هذا حديث غير صحيح، ذكر أهل العلم أنه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا إذا تحلل من حج أو من عمرة، تحلل من النسك، اجتهاد منه رضي الله عنه. ما كان الصحابة يفعلون هذا. الصحيح أن اللحية لا يؤخذ منها شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، هذه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحة لا يتعرض لها. أما حديث أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة فهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من فعل ابن عمر إذا تحلل من النسك، وهذا من اجتهاد رضي الله عنه الذي لم يوافقه عليه الصحابة. نعم. لكن أهل الأهواء يصححون الأحاديث ولو كانت ضعيفة، يوجد من يصحح هذا الحديث مع أنه حديث ضعيف بإجماع أهل العلم، لكن إذا جاء صاحب أهواء راح يصحح هذا الحديث ويأخذ به ويترك الأحاديث الصحيحة. نعم. الحيوان ماله دية، حيوان ماله دية يضمن بقيمته لأنه مال متلف، ما يسمى دية، يسمى ضمان، ضمان متلف. نعم. المال يضمن بقيمته سواء يتعمد إتلافه أو لم يتعمد، يضمن بقيمته، إذا أتلف شيئا وجب عليه ضمان قيمته سواء كان متعمدا أو غير متعمد، المال لا يذهب هدر. نعم. لكن إن كان متعمدا يستحق التعزير مع الضمان، يستحق التعزير، أما إذا كان ما هو متعمد يكفي الضمان. نعم. نعم. ما عرف صاحب ولا جاء أحد يطالبه، ما جاء أحد يطالبه كيف. نعم. لا بد من إكمال، لا بد من إكمال 15 عام، هذا آخر حد للبلوغ عند الحنابل. عند الحنفية يقول لا، لازم من 18 سنة، لكن الحنابلة 15 سنة، بدليل أن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد للجهاد فلم يجزه، وعرض عليه عام الخندق وقد بلغ 15 سنة فأجازه بحمل السلاح، فدل هذا على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم. لا بأس تكرار الصلاة على الميت، لا بأس، لأنه دعاء زيادة خير، فلو صلى عليه في المسجد وصلى عليه في المقبرة لا بأس بذلك، زيادة خير. وأما صلاة وقت النهي فلا بأس بعد العصر أو بعد الفجر، وإنما ينهى عن الصلاة على الميت عند بزوغ الشمس وعند قيامها في كبد السماء في هذين الوقتين، وعند غروبها 3 أوقات، 3 أوقات عند غروبها
وعند بزوغها طالعة وعند قيامها في وسط السماء. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى على الجنازة. نعم. الشيخ خرجوها مع ضمان جائز إذا قدم المشتري ضامنا كفيلا يكفل عليه فلا بأس. ضمان والكفالة جائزان لأنه من التوثيق، من توثيق الحقوق إن كان هذا هو القصد بالضمان. أما إذا كان قصد آخر ما أدري. نعم نعم. يضمن إصلاحها يعني صبيعه. نعم ضمان إصلاحها. لا هذا ما له أصل في الشرع، إن البائع يضمن إصلاح السلعة إذا فسدت لمدة سنة أو سنتين، هذا ما له أصل، هذا من المعاملات الحادثة ما له أصل في الشرع، لأن هذا مجهول، شيء مجهول. نعم أنا حسبت يقصد الضمان اللي هو الكفالة. نعم ها؟ من أسباب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسباب هو الذكور فقط. نعم هي بنت بنته، أمامة بنت العاص بن أبي الربيع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من أسبابه، لأن السبط هو ولد البنت، السبط ولد البنت، والحفيد ولد الإبن، ولد الإبن يسمى حفيدا، وولد البنت يسمى سبطا. نعم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.